للجهة اليمنى الرائد بوشنيبة، لمسة من الجلادياتور يخطئ في اللمسة الأخيرة، ترجع كرة بين حمودة يصوب في الكرة الأخيرة. أي في الكرة كانت متميزة، ولكن براد متميز من اللاعب عزيز السلامي من الترجي للاتحاد عند مير بولابيار وعرضية بالرأس من محمود ديالو، يحاول يحتفل هو الحارس الأول غايدة صغير، والعرضية في الكرة القيمة الثاني، التغطية في الأولى، الضغط يتواصل، الأسيس من علاء مير بولابيار، عدى بالرأس في الكرة الأخيرة. كيف ستكون الأسيس من غايد الرصية من أمين عمار، ترجع الكرة من اليسار لليمين، الرصية في الثانية، والكرة التصويبة بالرأس من اللاعب محمود، والتيحة في قمة الجولة رقم 13 قبل الأخيرة، التصويبة الأخيرة من المهري، والكرة كيف ستنفذ الكرة الأخيرة وبأي طريقة، الأسيست من غيث الصغير، الكرة طويلة في اتجاه أمين عمار بالرأس من أمين عمار، جلاديا معتزة لزدام، ترجع الكرة من جديد في المناطق الدفاعية، الخطورة والشانس للترجي، التصويبة من معتز زدام في الكرة الأخيرة، صوب معتز زدام للموسم، تعود الكرة في الخطورة للترجي، عند الشانس في الكرة الأخيرة بن حميدة على الجهة اليسرى، العرضية والكرة بالرأس، اضرب الكرة، الكرة الأخيرة بالرأس كانت في الكرة على الجهة اليسرى، لمسة كنترول عرضية بالرأس من زدام في الأولى، الثانية يصوب والجول، عرضية في انتظار الكرة الأخيرة، العرضية والأسيس في القائم الأول، ترجع الكرة لعزيز، يصوب عزيز في الكرة الأخيرة، التصويبة كانت عشية اليمنى، كرة على اليسار من عزيز، فيها الشانس فيها الخطورة للترجي، التصويبة من الزدام، الزدام ولمسة، يصوب في الكرة الأخيرة، اللاعب رقم 20 في الترجي مع الهمهمة، ننتظرها، الكرة الأخيرة من غيث الصغير، التصويب سيكون باليمنى، يصوب غيث الكرة السهلة إلى الحارس معز بن شريفية، في الأول كان انتهى بتقدم الترجي بالواحد صفر، جول الرائد بوشنيبة في دقيقة 39، البداية والخطورة من أول كرة، التصويبة من محمد علي بين ومن اليسار، الهجمة للاتحاد، ترجع الكرة على اليمين إلى محمود ديالو، العرضية طويلة في القائم الأول، التشتيت والتغطية ترجية بالنسبة لسيكوادرا على الجهة اليمنى، العرضية من علاء، يوصل الكرة علاء بالرأس، دفاع الترجي يشتت الكرة، يصوب في الكرة الأخيرة، ولكن الكرة السهلة عند على الجهة اليمنى، التغطية في المرة الأولى والضغط يتواصل، لمسة واثنين ويصوب الكرة على القائم، أي الكرة الانتصار الخامس، فلمن ستكون؟ ثلاث نقاط لهنا في الاتحاد ستاديوم بالرأس، يصوب والجول، نجح في تسجيل جول أول وثاني، هذا فضل أكيد يعود إلى المدرب نبيل معلول بهذه الخيارات، الشوص للاتحاد، الكرة في الخطورة الصافرة من قاضي المباراة من غيث الصغير، غيث مع بوز بشريفية، غيدي صوب الكرة الأخيرة، الكرة كانت خطيرة، الاتحاد طويل علي مشى علي كرة على الجهة اليسرى، هذه فيها الخطورة فيها الشانس عند غيث الصغير، هاي الكرة والعرضية من غيث الصغير، كانت فيها الخطورة أصدقائي، بن حميدة لمسة انتشار والعودة الاتحاد تطوين، لكن الكرة والكونتر اتاك، الشوص الاتحاد، هاي الكرة، هاي الخطورة، هاي الضربة، يصوب محمود ديالو، كان قريب دفاع ترجي او يكون جول تعادل، لننتظر باي طريقة ستنفذ التصويبة والجول، حط الكرة في الشباك، يولي من المتوقع، ترجع الكرة والعرضية، الخطورة لليستي، التصويبة في الأولى، الوهابي في الثانية، الكونتر اتاك لاتحاد تطاوين، وضربة المخالفة للمكشر
بن عياد في انتظار سفيرتك يا جلال السحباني. التصويبة من اللاعب رمضان ولكن الكرة تضرب في حادثة، خاصة العودة بسرعة للمناطق الدفاعية. العرضية طويلة في القائمة الثاني، الكرة بعيدة ما زالت تتواصل الكرة. الكرة كانت فيها الخطورة، كانت فيها الشوط القرية، ارباح تصل للمئة مليون دولار. ترجع الكرة، الشوط المكشخة بن عياد، التصويبة، صوب بن عياد باليمين والدوفات ادم بولينا، الكونتر اتاك واللمسة الى محمود ديالو، فيها الخطورة فيها الشوط، التصويبة صوب.